Today we are going to prepare mutabal roasted eggplant with tahini cold sauce and yogurt. This is a distinctive mark for this Palestinian meal. اليوم سنقوم بإعداد متبل الباذنجان المشوي مع صلصة الطحينية الباردة بالإضافة للبن، وهذه هي علامة الطبق الفلسطيني الفارقة. Actually, adding yogurt to the cold tahini sauce enhances the taste and the flavor. When served with extra virgin olive oil, giving it a wonderful and amazing taste. تتميز هذه الوصفة عن غيرها من وصفات بلاد الشام كافة بإضافة اللبن الزبادي لصلصة الطحينية الباردة، والذي يعزز الطعم والنكهة عند تقديمها مع زيت الزيتون البكر، وهذا ما يعطيها طعما رائعا ومذاقا خاصا. والآن أيها الأصدقاء، دعونا نعد هذا الطبق بطريقتنا الشهية المبتكرة والسريعة. Wash 2 eggplants, 2 red peppers and 4 green peppers from mild to explosive. The hot pepper is optional. سنقوم بغسل حبتين من الباذنجان وقرنين من الفلفل الأحمر وأربعة قرون من الفلفل الأخضر بين حار وحلو. Cut them as shown and separate them on a baking tray lined with parchment paper. نقطعها كما نشاهد ونمدها فوق ورقة الخبز في صينية الفرن. Now cook them in the oven from the bottom and top for a third of an hour. نقوم بشيها بالفرن من تحتها وفوقها لمدة ثلث ساعة. After the time has passed, take the tray out directly. بعد مضي الوقت نخرج الصينية مباشرة. Remove the stems or peduncles easily as shown. نزيل قموع الفلفل أو السويقات بسهولة كما هو موضح. نعم صحيح، نحن في عصر السرعة. Then cut and chop vegetables on a cutting board with a large wide knife. ثم نقطع ونفرم الخضار على لوحة تقطيع بسكين كبيرة وعريضة. There is no need to peel the eggplant and pepper as is the case in many recipes because we remove the concentrated taste of these vegetables by peeling them. Also, we reduce the fiber benefits in the meal. لا داعي لتقشير الباذنجان والفلفل كما هو في كثير من الوصفات، وهذا لأننا نقوم بإزالة الطعم المركز لمذاق هذه الخضروات بتقشيرها. أيضا نحن بتقشيرها نقلل من فوائد أليافها داخل الوجبة. Now add black pepper and natural salt. والآن نضيف الفلفل الأسود والملح الطبيعي. And mix well. ونخلط جيدا. Now how to make cold tahini sauce. والآن كيف نحضر صلصة الطحينية الباردة. Whisk together half a cup tahini, half a cup fresh lemon juice, and 2 tablespoons water until the mixture becomes thick. نخفق نصف كوب من الطحينية ونصف كوب من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من الماء حتى يصبح الخليط ثخينا. ملاحظة مهمة أيها الأصدقاء. Important note, my friends. We can prepare tahini sauce by hand. نستطيع تحضير صلصة الطحينية باليد ودون الحاجة للخلاط الكهربائي. To prepare the tahini sauce for this recipe, add a cup of yogurt with a teaspoon of crushed garlic. لتحضير صلصة الطحينية الخاصة بهذه الوصفة نضيف كوب من اللبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من الثوم المهروس. Beat again. نخفق مجددا. Add pinch of pepper and salt. نضيف رشة ملح وفلفل أسود. Add 1/2 cup of chopped fresh parsley and we can add chopped fresh mint.
نضيف نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم، كما نستطيع أيضا إضافة النعناع الطازج. We can also add dried mint as an alternative to fresh. كما يمكننا إضافة النعناع المجفف كبديل للنعناع الطازج. Right. هذا صحيح. As long as the sauce is ready, now we come back to the mutabbal. وبما أن الصلصة جاهزة، نعود الآن للمتبل. Now, add some of the sauce with a handful of fresh pomegranate seeds and mix well. والآن نضيف بعضا من الصلصة مع كمشة من حبات الرمان الطازج ونخلط جيدا. Garnish with black olives and sprinkle pomegranate seeds. نزين بحبات من الزيتون الأسود ونرش الرمان فوق وجه الطبق. If the fresh pomegranate is not available, add a little natural pomegranate molasses. إذا لم يتوفر الرمان الطازج، نستطيع إضافة القليل من دبس الرمان الطبيعي. Then add the main ingredients for this dish, which is fresh extra virgin olive oil. ثم نصب مكون أساسي لهذا الطبق وهو زيت الزيتون البكر الطازج. Ready to serve with pita bread. والآن جاهزة للتقديم مع الخبز العربي. Don't forget to watch our pita bread recipe. لا تنسوا مشاهدة وصفة خبز البيتا العربي الخاصة بنا. ولا تنسوا الإعجاب يا شباب. يا إلهي، لا أستطيع الانتظار. أريد أن أتناول الزيت والزعتر والجبن الأبيض والفلافل والشاورما والمخلل وأنقذوني. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share and like. شكرا للمتابعة. ولا ننسى الاشتراك والإعجاب والمشاركة.